السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل محاضرة الروماتويد ارثرايتس، تمام؟ في تاني محاضراتنا في الروماتولوجي. طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت فين؟ قلنا عند التريتمنت. طبعا التريتمنت هنتكلم عليها بالتفصيل الممل فين؟ في الفارماكولوجي، لكن انا هقول لكم الكلام اللي يهمني دلوقتي ايه؟ ناحية البطنة. اول سطر مكتوب عندكم early diagnosis and early treatment are essential، خلاص كده يعني are needed، مهمين جدا. ليه بقى؟ ليه عيان الروماتويد ارثرايتس ده لازم انا اعالجه بدري، اشخصه بدري واعالجه بدري؟ لان احنا اتفقنا ان نوع الارثرايتس اللي موجود هنا نوعه ايه؟ نوعه ايروسيف ارثرايتس. يعني ايه كلمه ايروسيف ارثرايتس؟ يعني بيعمل تاكل في المفصل، ولما يعمل تاكل في المفصل هيعمل عندنا حاجه اسمها ايه؟ جوينت ديستراكشن. ولما يعمل جوينت ديستراكشن يعني يدمر الجوينت كله، خلاص يبدا، فطبعا ايه العين هيتساب عندنا في الاخر، هيحصل له ايه؟ هيجي لنا بالمنظر اللي احنا بنشوفه في العنبر في الكليه اللي هو ايه؟ ديفورميتي. فعشان كده لازم اشخص بدري واعالج بدري. طيب في عيانين معينين بحتاج اعمل لهم حاجه اسمها اجريسيف تريتمنت. كلمه اجريسيف تريتمنت دي هنفهمها قدام الصفحه اللي ورا لما نتكلم على ايه الادويه اللي انا ممكن استخدمها، وامتى ببدا اجريسيف وامتى ببدا بمايلد تريتمنت. طيب مين الناس اللي انا بديهم اجريسيف تريتمنت؟ الناس اللي عندهم بور بروجنوزس. يعني ايه بقى كلمه بور بروجنوزس؟ يعني عندهم حاجات بتقول لي ان الاوت كوم بتاعهم هيكون مش حلو. زي اول حاجه خالص، لو كان عندهم سيفير ساينوفيتس، يعني عندهم انفلاميشن سيفير في الجوينت، وكان اسوشيتد معاه فانكشنال امبيرمنت، يعني العيان ما بقاش قادر يستخدم الجوينت بتاعه كويس، يعني بقى عنده لوس اوف فانكشن. اتنين، لو الانفلاميشن اللي في الجوينت ده بدأ على طول بايروجنز، خلاص كده يعني على طول بيدمر الجوينت بسرعه. او لو العيان عنده اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن، سواء بقى اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليهم، سواء في السي ان اس او سواء في الهارت او سواء في اللنج او سواء في الاي، اي حاجه من الحاجات دي كلها بتحتاج ان انا ابدا باجريسيف تريتمنت. او لو العيان بتاعنا ده عنده روماتويد فاكتور في السيرولوجي، يعني اللي هو النوع الانتي بودي اللي اتكلمنا عليه طلع بوزيتيف، او لو عنده فاميلي هيستوري، احنا اتفقنا المرض ده ليه عامل وراثي، فلما جيت سالته في حد من عيلتك كان عنده الروماتويد ارثرايتس بتاعه سيفير؟ قال لي اه، ده الناس مثلا والدي كان عنده روماتويد ارثرايتس وكان سيفير، يعني كان اجريسيف ديزيز، فساعتها محتاج ان انا اديله ايه؟ ابدا معاه باجريسيف تريتمنت. خلاص الحته دي ما اتذكرتش قبل كده، ما جاتش في الام سي كيو، لكن السطر ده اللي هو اول سطر بيجي في الام سي كيو على طول. هل انا محتاج اعمل اجريسيف تريتمنت ولا مش محتاج اعمل ايرلي دايجنوز وايرلي تريتمنت للعيان؟ محتاج اعمل ايرلي دايجنوزس وايرلي تريتمنت للايه؟ للعيان بتاعي قبل ما يجي له جوين ديستركشن. طيب هنبدا نتكلم بقى. طب التريتمنت بتاعتنا دي متكونه من كام جزء؟ من جزئين، خلاص كده، جزء او ممكن نقول كمان ثلاث اجزاء. اول حاجه خالص فارماكولوجيكال تريتمنت، خلاص يعني ادويه العيان بياخدها، وتاني حاجه اسمها نون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني حاجات مش دوائيه هنعرفها، وتالت حاجه ان انا اعمل فولو اب للعيان بتاعي. يعني ايه فولو اب للعيان؟ اتابع العيان، لان احنا اتفقنا ان مرض الروماتويد ارثرايتس ده اذا ايه؟ اذا كرونيك ديزيز. خلاص طيب اهي الصوره دي بتلخص لي العلاج كله، وهنبدا ناخد كل مربع من دول ندرسه، بس احنا اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها نون فارماكولوجيكال تريتمنت. خلاص زي ايه بقى؟ زي ان انا اعمل اديوكيشن للبيشنت. يعني ايه اعمل اديوكيشن للبيشنت؟ يعني في العياده بتاعتي لما العيان يجي لي عنده روماتويد ارثرايتس، لو حد فيكم بقى دكتور روماتيزم، لازم افهم العيان ده، اقول له اول حاجه ايه النيتشر اوف ذا ديزيز، يعني ايه هو المرض بتاعي ده، افهمه ان ده اوتو اميون ديزيز، افهمه ان المرض اللي موجود عنده ده ان هو كرونيك، افهمه ان اقول له ان الارثرايتس اللي عندك دي اذا ايروسيف ارثرايتس، يعني انت لو ما اهتمتش بيها وما عالجتهاش خلاص هيجي لك ديفورميتي في النهايه. هفهمه ان المرض ده مش بس بيجي في المفاصل، لا ده المرض ده بيجي كمان باكسترا ارتيكولار مانيفستيشن، فلازم تتابع قلبك وتتابع اللنج بتاعتك وتشوف الاي، تكشف عند دكتور رمد والكلام ده كله. خلاص اتنين، فيزيوثيرابي، في تخصص في الطب اسمه فيزيوثيرابي، ده علاج طبيعي، بيروح دكتور يبدا يحرك المفاصل بتاعته عشان ايه؟ يبدا ويحاول يشغلها عشان ما يجيلوش ايه؟ اقلل نسبه الديفورميتي اللي بتتكون عنده. ثلاثه، ريست، لازم العيان ده ياخد حاجه اسمها ادكوت ريست، يعني يبقى مريح برده الايه؟ الجوينتس بتاعته، ما يبقاش بيستخدمهم بايه؟ بشكل كبير. ورابع حاجه عندنا هو ايه؟ الاكسرسايز. خلاص وهنفهم ان الاكسرسايز ده بيقلل الايه؟ الانفلاميشن. يبقى دي كده اول حاجه اتكلمنا عليها. طب بالنسبه بقى للفارماكولوجيكال تريتمنت، وده يبقى ده كده اول حاجه لازم اديها. طب تاني حاجه فارماكولوجيكال تريتمنت عباره عندنا عن دوايين، ادويه انا بستخدمهم عشان اكنترول البين، خلاص كده، ودول اللي هم مين؟ اللي هم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هم ايه؟ اللي اسمهم النسيدز، خلاص كده، اللي هم زي اكزامبل ليهم ايه؟ اشهر دواء كده في السوق مشهور هو الاسبرين، خلاص كده. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا هنتكلم عليهم ادويه ثانيه هتوقف جهاز المناعه، هتعمل عندنا ايه؟ اميونو سبريشن،
خلاص يبقى ادويه هتعمل ايه؟ هتعمل انهيبيشن للاميون سيستم بتاعنا، ولما تعمل انهيبيشن للاميون سيستم بتاعنا فببدا ان انا اوقف ايه؟ الاوتو اميون انتي بودي انها تطلع، وانها تروح والانفلاماتوري ميدياتورز انها تطلع، اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المحاضره خالص. فالعين بتاعي ما يجيلوش ايه؟ ما يجيلوش ايه اوتو اميون رياكشن، اوقف ايه؟ الديستراكشن اللي بيحصل في الجوينت او الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن. طيب دي كده اول عيله من عائلات الايه الاميونو سبريسيف. طب لو فشلت بستخدم مور اجريسيف تريتمنت، اسمهم ايه؟ اسمهم البيولوجيكال ايه ايجنت. طب لو كل طب بص انا ماشي كل ما المرض بيبروجريس انا بعلى بالخطوط بتاعتي، يعني بخش على الليفل اللي وراه. طب اخر ليفل عندي خالص هو ايه؟ هو السيرجري. ان العيان بيجي لي ببدا ان انا اعمل له حاجه اسمها جوينت ريبليسمنت. يعني مثلا هنفترض ان عنده ارثرايتس موجود مثلا في الهيب بتاعه، ساعتها ممكن لو كان سيفير ارثرايتس وعامل ايروجن وعامل ديفورميتي بجيب ومش بيرسبوند ولا خط من خطوط العلاج بتاعتي اللي فاتت دولت، بعمل له حاجه اسمها ايه؟ سيرجري. يعني مثلا توتال هيب ريبليسمنت، احط له هيب صناعي فمش هيحصل فيه انفلاميشن. خلاص. طيب في بقى مربع انا سايبه على الجنب هنا، ايه المربع ده؟ هو الكورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويدز دولت احنا عارفين ان اكيد انتوا هتبقوا يعني هتاخدوه في الفارما مع ايه ان شاء الله لما ندرس محاضرات الفارما، ان الكورتيكوستيرويدز دولت ليهم تو فانكشن. اول حاجه ان عندهم انتي انفلاماتوري خلاص كده اكشن، وليهم حاجه تانيه اسمها ايه؟ اسمها اميونو سبريسيف افكت. خلاص. بس انا ليه محطوط في مربع كده على جنب؟ لان هما ايه؟ مش بيستخدموا خلاص كده الا اندر سيرتن سيتويشن، هنعرفهم من ورا. خلاص انا بس الصفحه دي مجرد تجميعه خلاص كده، الصفحه دي مجرد يبقى الكورتيكوستيرويد ليها تو رولز، اميونو سبريسيف وايه وانتي انفلاماتوري. طيب يبقى انا كده عرفت التريتمنت بتاعتي كلها، يعني عشان لو جت لو في حاله اوسكي الدكتور جه واتكلم معايا هقدر هفتكر ايه، هيبقى في ذهني الصوره دي كده هقوم منزل له بيها على طول. طيب ايه التفصيل بقى بتاع الصوره دي؟ هنبدا نتكلم عليه. اول حاجه خالص هنتكلم عليها هم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. خلاص احنا اتفقنا دول المين ايم بتاعهم ان هم كنترول ايه بس، زي كنترول انفلاميشن اند كنترول ايه بين. خلاص كده يبقى هم بي ايه يبقى ليهم انالجيزيك افكت. طب هسال سؤال، هل هم ليهم علاقه بجهاز المناعه؟ يعني هل هم عملوا اميونو سبريشن وقفوا طلوع الاوتو انتي بودي، يعني وقفوا الديستراكشن بتاع الايه بتاع الجوينتس اللي بتحصل؟ لا، يبقى زي دونت ايه بريفنت الاستراكشرال دامج. يعني من الاخر كده هم ما لهمش تاثير على الايه على الديزيز، يعني هو مجرد بس ايه مسكن، لكن المرض ايه شغال زي ما هو. خلي بالكم الكلمه دي بتيجي في الام سي كيو كتير جدا جدا جدا، ولما تحلوا الاسئله اللي موجوده معاك في المذكره هتلاقوها. هي ايه؟ هي ان النون ستيرويدال زي اونلي كنترول البين لكن نو تشينج ان ذا كورس اوف ذا ديزيز. خلاص. عشان كده بقى الادويه اللي انا الادويه الثانيه اللي اتفقنا عليهم اسمهم ايه؟ اسمهم اميونو سبريسيف، او الايه بقى او دو او دويه اسمهم دامارتز. اللي هم ايه الدامارتز؟ اختصار لايه كلمه دامارتز دي؟ ديزيز موديفاينج يعني يحسن، انتي روماتيك يعني ضد مرض الروماتويد ارثرايتس دراجز. يبقى ده اختصار كلمه دامارتز. دولت الادويه دولت عباره عن ايه؟ عباره عن اميونو ها سبريسيف. وطالما هم اميونو سبريسيف بيعملوا عندنا بقى ايه؟ اولا دولت بنعتبرهم الكورنر ستون اوف التريتمنت بتاعتنا، فهمنا ليه؟ يعني هم دولت حجر الاساس، يعني ما ينفعش ابدا العلاج بتاعي من غير ما ادي دامارتز. ليه بقى؟ دولت ايه؟ بيعملوا اميونو سبريشن فيوقفوا الايه؟ الساينوفيتس، يبقى زي دي كيز الانفلاماتوري ساينوفيتس، وبريفنت او يعملوا ريتارد يعني ياجلوا الجوينت ايروجن والجوينت ديستراكشن. خلاص كده. يبقى دولت بيأثروا على الكورس اوف ذا ديزيز ولا مش بيأثروا؟ بيأثروا، عشان لما تيجي في الام سي كيو. طيب لازم ابداهم امتى؟ زي ما اتفقت معاكم مرض الروماتويد ارثرايتس محتاج ايه؟ ايرلي تريتمنت، ابدا في العلاج بدري. ليه؟ قبل ما يحصل جوينت دامج، لان اتفقنا ده ايروسيف ارثرايتس، فلازم ابداهم وزين 12 مانث وزين 12 ويك، يعني مجرد ما العيان بدا عنده روماتويد ارثرايتس في خلال 12 اسبوع بيكون بادي الادويه دي. خلاص كده ببداها ايه؟ از ايرلي از بوسيبل. فين؟ يبقى ايرلي في الديزيز كورس بتاعنا. طيب الدمارتس دولت تمام، احنا يا اما بنستخدمهم سنجل، يعني ايه سنجل؟ يعني ادويه لوحدها، يا اما بنستخدمهم ان كومباينيشن، يعني ما هي دي اسره كبيره، عيله كبيره من الادويه، بيندرج تحتيها كذا نوع من الادويه. اول نوع منهم اسمه ميسوتريكسيت، اسمه ايه؟ ميسوتريكسيت. ونوع تاني اسمه ليفلوناميد، ونوع تالت اسمه سلفاسلازين، ونوع رابع اسمه هيدروكسي كلوروكين. مع الاسف الشديد الثلاث اسئله دول الثلاث الاربع ادويه دول لازم تحفظوهم، لان بيجوا في الام سي كيو. بيقول لك all of the following are considered as the MARDs. خلاص كده except مين، ويحط اي ثلاثه من دول ويحط معاهم اسم دواء تاني، فلازم تحفظوا اسامي الاربع ادويه دول. طب مين في الادويه دي هو الدراج اوف تشويس، يعني هو اللي انا لازم ببدا بيه في الاول، الفيرست تشويس بتاعي هو الميسوتريكسيت.
خلاص كده يبقى عرفت ان الدمارز دولت كورنر ستون في التريتمنت بتاعتنا، لان هم دولت اللي بيوقفوا جهاز المناعه، بيعملوا ايه؟ اميونو سبريشن، فيوقفوا الاوتو انتي بودي تروحهم، ويوقفوا الساينوفيتس، ويوقفوا الايروجن انه يحصل. وعرفت ان هم دي اسره كبيره، عيله الدمارز تحتها اسم كذا دواء، ميثوتريكزيت او ليفلوناميد او سلفاثلازين او هيدروكسي كلوريكين، خلاص اتفهمت. طيب وعرفنا مين الفيرست تشويس عندنا، هو الميثوتريكسيت. طيب هنفترض ان العيان بتاعي ما تحسنش مع الدمارتس، والمرض بتاعه الاوتو اميون رياكشن والاميون سيستم بتاعه عمال يهاجمه جامد جامد جامد، ساعتها بدخل لحاجه اسمها ايه، نوع تاني من الايه، الاميونو سبريسيف، اسمهم بيولوجيكال ايجنت. ايه بقى البيولوجيكال ايجنت دولت؟ عايزكم تعرفوا عنهم معلومتين. اول حاجه ان هم زي ار اكسبنسيف، هم ادويه اميونو سبريسيف يعني برضو بي ايه بيثبطوا جهاز المناعه، لكن عيبهم ان هم اكسبنسيف خلاص يعني غاليين، ادي كده اول حاجه. وتاني حاجة تعرفوها لي ان هما ايه؟ ان هما مور بوتنت. يعني ايه كلمة مور بوتنت؟ يعني اقوى، اقوى من مين؟ اقوى من الدمارتس. خلاص يبقى هما زي ار ايه؟ زي ار اكسبنسيف اند ايه؟ اند مور بوتنت. طيب اكزامبل ليهم ايه بقى؟ حاجات بتعمل ايه؟ انتي تي ان اف. ولو انتوا تفتكروا ان احنا اتفقنا ان تيومر نيكروزس فاكتور ده كان واحد، لما جينا قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها جيناتيك فاكتور مع انفيرومنتال فاكتور بيدونا ابنورمال اميون ريسبونس، كان من ضمن الانفلاماتوري ميدياتورز ايه؟ تيومر نيكروزس فاكتور، فانا بوقفه. وانتي بي سيل بقى ايه؟ بدي ادويه بتنهبت البي سيل بتاعتنا، خلاص كده فما تطلعش عندي اوتو انتي بودي، خلاص كده اللي هتروح تاتاك الايه؟ الجوينت بتاعي. طيب ودي انتي انترلوكين 6، خلاص كده يبقى دولت ايه؟ اسمهم البيولوجيكال ايه؟ ايجنت. هل صعب الكلام ده؟ لا مش صعب، ان شاء الله مش صعب. ولو حد مش فاهم اي حاجه يقول لي. وكده كده تفاصيل الادويه دي كلها هتاخدها فين؟ هناخدها في الفارما، خلاص كده في درس كامل اسمه دامارتس. خلاص يهمني بس تعرفوا معلومه واحده، ان الميثوتريكسيت خلاص كده الدوز بتاعته عشان بتيجي في الام سي كيو في البطنه من 5 ل 25، خلاص كده ايوه ها، مللي جرام بير ويك، من 5 ل 25 ايه، مللي جرام بير ويك. خلاص ركزوا في الدوز دي عشان بتجيلكوا فين في الام سي كيو. تمام طيب اتفهمت. طب نخش على اللي بعدها، ايه ادويه، ايه حاجه تانية ممكن نستخدمها في الادويه اللي احنا سايبينهم على جنب دولت؟ ايه بقى اللي احنا سايبينهم على جنب دولت؟ اللي هم الكورتيزون. خلاص كده الكورتيزون ده اللي هو ايه، احنا عارفين وانتوا اكيد عارفين قبل كده خدتوه، ممكن خدتوه في الفيسيو او هتاخدوه في الفارما بالتفصيل الممل، ان الكورتيزون دولت زي ار ايه، زي ار فيري بوتنت and very rapid. يعني ايه very rapid؟ يعني ايه سريع جدا. ودراماتيك يعني قوي جدا، خلاص كده، او الكلمه الثانيه بتاعتها بوتنت، خلاص كده يعني قوي. خلاص كده انتي انفلاماتوري، يعني بيخشوا يعملوا ايه، يوقفوا الانفلاميشن بشكل قوي جدا، خلاص كده يبقى هما زي ار فيري بوتنت ايه، انتي انفلاماتوري دراجز. طيب لكن بالرغم من كده، لكن بالرغم من كده هم بقى عندهم ايه؟ يبقى دي كده اول سطر عايزكم تعرفوه. طب تاني سطر، however الدوزز اللي انا محتاجها عشان اقدر امنتين الريليز، خلاص كده يعني عشان اقدر اخلي العيان دوت الديزيز بتاعه كنترولد، بيبقى معاه unacceptable side effect، يعني معاه اعراض جانبيه كتيره جدا. بصوا هننط كده ونيجي الحته دي. بص السايد افكت بتاعه ايه؟ بيعمل كوشنج، لو انتوا فاكرين الكوشنج سندروم من الايه؟ من الفسيولوجي. بيعمل اوستيوبروزس، تاكل في العظم. بيعمل هايبر جلاسيميا، بيعمل دي اسمها اسكيميك هارت ديزيز. يعني ايه بقى اسكيميك؟ اهو اسكيميك خلاص كده هارت ديزيز، يعني ايه؟ يعني يعمل ايه؟ جلطات في القلب، خلاص كده بيعمل عندنا حاجه اسمها اسكيميك ايه، هارت ديزيز. طب ايه تاني غيره علينا برضو نعرفه؟ بيعمل عندنا هايبر تنشن، خلاص كده. وايه تاني غير بيعملها؟ وبيعمل عندنا بيبتيك ألسر، قرح في المعدة، وبيعمل عندنا جلوكوما في العين، خلاص كده، واللي هو ارتفاع في ضغط العين، وبيعمل كاتاركت اللي هو ايه بيسموها المياه البيضاء. خلاص السايد افكت دي كلها هندرسها برضو فين؟ في الفارما. لكن انا بس بفهمكم ليه الكورتيزون بالرغم ان هو فيري بوتنت وعنده فيري رابيد اكشن، انا مش بستخدمه غير في حالات معينه، وما اقدرش اقول للعيان كمل عليه طول ما انت عندك روماتويد ارثرايتس. خلاص ليه؟ لان قلنا عنده سايد افكتس ايه كتيره. طب امتى بقى بستخدمه؟ بستخدمه لو عيان بتاعي عنده ايه، انا عايز اعمل رابيد خلاص كده كنترول، ها لعيان عنده ماركت ساينوفيتس، واحد عند جاي لي عنده سيفير ساينوفيتس، يعني عنده انفلاميشن في المفصل بشكل جامد جدا وتعبه جدا، خلاص
وهنعرف ان لما ناخد في الفارما هنعرف ان الدمارت دولت خلاص كده عندهم ايه، عندهم ديليت اونست. يعني ايه ديليت اونست؟ يعني بيتاخروا في ان هم يظهروا الايفكت بتاعهم. ف وايل ويتنج فور الافكسي، يعني الايفكت بتاع الدمارت انه يحصل كبريدج، يعني كزي كوبري كده، انا بستخدم الكورتيكوستيرويد، يعني بدي الاثنين مع بعض، بدي كورتيزون مع الدمارت خلاص كده. بس الكورتيزون ده دوره ان هو رابيد اكشن، فيبدا يكنترول الانفلاميشن دلوقتي لحد ما الدمارز يبداوا يشتغلوا. بديه بقد ايه؟ بلو دوز. دي تاني دوز علينا نحفظها، 7.5 مللي جرام بريدنيزولون، 7.5 مللي جرام ايه؟ بريدنيزولون. طيب لو عيان عندي عنده فاسكولايتس، واحنا اتفقنا في الاكسترا ارتكولار مانيفستيشن كان ممكن يجي لي حاجه اسمها فاسكولايتس، وعرفنا ان الفاسكولايتس ده كان ايه؟ كان بيعمل عندنا، ها كان بيعمل حاجات كتيره جدا، كان اشهر حاجه يعملها مثلا الكورونري ارتري فاسكولايتس، ويعمل عندنا ايه؟ مايكاردين انفاركشن. لو حد عنده اي انفولفمنت، وعرفنا ان الاي لو حد عنده اي وانا اهملتها ممكن يجي له حاجه اسمها ايه؟ كورنيال ميلتنج، او يجي له سكليروماليشيا. لو حد عنده لانج انفولفمنت، كل دي حاجات من الحاجات بتاعتنا اللي انا ما اقدرش خلاص كده ايه استنى عليها، لازم اديها ايه؟ كورتيزون، عشان ايه؟ اكنترولها بسرعه خلاص كده. طب ديورنج البريجنسي هنعرف من الفارما ان الدمارتس دولت اللي هم الادويه دولت زي ار ايه؟ تيراتوجينيك، يعني بيعملوا تشوهات خلقيه في الطفل خلاص كده. يبقى الدمارتس دولت اثناء الحمل ار ايه؟ ار كونترا انديكيتد خلاص. ده كده الانديكيشن ان انا استخدم ايه؟ حاجه اسمها سيستماتيك ستيرويد. يعني ايه سيستماتيك ستيرويد؟ زي مكتوب هنا في الجدول في المربع ده، اورال. يعني ايه؟ يعني دي يخش يشتغل على السيستم كله. طب في بعض الاحيان الانفلاميشن اللي في الجوينت بيكون فيري سيفير، لدرجه ان انا بحتاج ادي اعمل حاجه اسمها انترا ارتكولر، يعني يخش انجكت الكورتيزون جوه الجوينت مباشره خلاص كده. ليه بقى؟ يبقى بصوا، لو عيان عنده ساينوفيتس في وان جوينت او في فيو جوينت خلاص كده، انا محتاج ايه؟ بديك حاجه تعمل حاجه اسمها تمبري كنترول، لان احنا قلنا ان الكورتيزون ده عنده فيري بوتنت وفيري رابيد، لكنها ايه؟ زي ما مكتوب فوق هنا ايه؟ شورت تيرم. يعني ايه؟ يعني هيكنترول الانفلاميشن لفتره ايه؟ قصيره، قصيره المدى. طيب فبيكمل معايا تقريبا من ايه؟ من اسبوعين ل 8 اسابيع اوف ايه؟ اوف بنفيت، يعني العين بتاعنا بيتحسن عليهم. لكن طيب علينا نعرف برضو معلومه تانية، هي ايه بقى؟ هي ان من المفضل خلاص كده ان انا ما اديش ايه؟ ان انا ما اديش فريكوينت انجكشن، مش اكتر من ايه؟ مش اكتر من 4 مرات في السنه خلاص. طب هسألكوا وهقول لكم، طب ليه ما اديش اكتر من 4 مرات في السنه الايه؟ انترا ارتكولار انجكشن اوف ستيرويدز؟ وقفوا الفيديو كده وفكروا في السايد افكتس الموجودين ايه فوق عندكم هنا. وقفتوا الفيديو فكرتوا، ايوه بالظبط، عشان هو بيحصل عندنا ايه؟ اوستيوبيروزس، ده بيعمل تاكل في العظم خلاص كده. فما اقدرش ادي اكتر من كده. ولو حد فيكم من قرايبكم عندهم روماتويد ارثرايتس او عندهم اي نوع من انواع الانفلاميشن في الجوينت، هيعرف ان الحقن الكورتيزون اللي بتتاخد في المفصل دي بتبقى زي الادمان خلاص كده. العيان بياخدها بيحس بريليف فظيع جدا، يروح للدكتور يقول له اديني تاني بعد ما ياخد 4 مرات في السنه، الدكتور ما يرضاش ابدا يديله. ليه؟ لان بيخاف عليه ان يجيله ايه؟ اوستيوبيروزس. طيب بعد كل الكلام اللي انا قلته ده، عايز اعرف ايه هي التريتمنت استراتيجي بتاعتي. يعني انا ببدا بقى، انا كدكتور جالي حاله عندها روماتويد ارثرايتس، هبدا معاها العلاج ازاي؟ ايوه زي ما انت قلت بالظبط كده، هدي دامارتز لان ده الكورنر ستون اوف تريتمنت، اهم خط من العلاج. ممكن ادي 1 دامارتز، او ممكن ادي 2، او ممكن ادي 3 دامارتز من اللي مكتوبين فوق دولت خلاص كده. طيب وبعد كده بدي معاهم ايه كمان؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هم مين؟ اللي هم الادويه دولت اللي بيكونترول ايه؟ عشان اقلل البين بتاع العيان. ممكن بصوا الكلمه دي اهي، بصوا ركزوا مكتوب هنا ايه؟ بلس ماينس، يعني ممكن ادي كورتيزون وممكن ادي، ممكن ما اديهوش، وممكن ادي كورتيزون وممكن ما اديهوش خلاص كده. امتى بديه؟ لو عندي السيرتن انديكيشنز دولت خلاص كده، ساعتها بدي ايه؟ بدي كورتيزون. طيب لحد ما كنترول الديزيز، لحد ما العيان ده ما يبقاش عنده اي اعراض. وبعد كده بيجي لي بعد 3 شهور اعمل له ايه؟ فولو اب، ابص على العيان بتاعي ده، لو لقيت ان المرض بتاعه ده كان كنترولد، اف كنترولد خلاص كده، ببدا ان انا ايه مع الدمارت، ببدا ان انا اعمل له ايه؟ ابدا ان انا اعمل حاجه اسمها تبر. يعني ايه تبر؟ يعني ابدا ان انا اقلل تدريجيا خلاص كده البيشنت من الدراجز اللي بياخدها. يعني هنفترض على سبيل المثال لو كان مثلا بياخد 3 دمارت، هقول له خليك على 2 بس، لو كان بياخد 2 هخليه على 1 بس. شوفوا الكلمه دي، اند ليف هيم اون ذا سمبلست خلاص كده بوسيبل لونج تيرم ايه؟ مينترنس سيرفي. خد بالكم العيان ده هيفضل ياخد ادويه، هيفضل ياخد ادويه مثبطه مناعات مدى الحياه خلاص كده، لان المرض ده اوتو ايمين ديزيز بيفضل مكمل معاه على طول. فعشان كده انا بحاول ان انا اديله سمبلست دوز. يعني ايه سمبلست؟ يعني اقل جرعه. ليه يا دكاتره؟ لان الايمينو سبريسيف دول ادويه وحشين جدا جدا بجد.
طب ليه وحشين جدا؟ دي حاجات بتوقف جهاز المناعه. هو بتوقف جهاز المناعه فما يعملش اوتو انتي بادي، لكن بتوقفه كمان ان هو ياتاك حاجات فورن، زي مثلا فيروس زي ده ممكن يعني يجي له مثلا كورونا فيروس فيموت بيه على طول، بلاش كورونا، يجي له كومن كولد اللي هو بيجي لنا كلنا، بيجي ويروح يموته برضه خلاص كده، لانه بياخد ايه اميونو سبريسيف. في مربع هنا انا فوتته خلاص، اللي هم ايه الحاجات النان فارماكولوجيكال، ان العيان يعمل فيزيكال ثيرابي يعني يروح يعمل علاج طبيعي، فبيعملوا له حاجه اسمها، بيروح الدكتور علاج الطبيعي يعمل حاجه اسمها باسيف فول رينج موفمنت اوف اول جوينت، يبدا يحرك المفاصل بتاعته كده، الدكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيحركهم له خلاص كده، عشان ما يحصلش فيهم ديفورميتي او تشوهات. يعملوا حاجه اسمها اكسرسايز بروجرام، يعني يبدا يقول له يشغل المفصل بتاعه اكسرسايز، لو ان الاكسرسايز ده بيقلل الانفلاميشن ويقلل الديفورميتي خلاص كده، واسمه جريدد اكسرسايز بروجرام، يعني ببدا فيه تدريجيا خلاص. حاجه ثانيه اسمها هيت ثيرابي خلاص، يعني بيقعدوهم كده زي ايه مسبح كده، بيكون ورم بول خلاص كده زي حمام سباحه، بيكون دافي برضه بيقلل الانفلاميشن الموجود عندنا خلاص. طيب لو عنده فيري بينفول جوينت، لو عنده جوينت في سيفير بين، بيعملوا حاجه اسمها سبلنت خلاص كده، سبلنت يعني الاسم التاني بتاعها كبيره، او يعني زي كده ايه بثبت الجوينت بتاعه خلاص كده بين خشبتين او بين حاجه يعني بين كده ايه، بطريقه معينه بيعملوها لهم بيثبت بيها الجوينت بحيث ان العين ما يحركوش، فما يبقاش عنده بين، لان الجوينت ده ايه بين نتيجه الانفلاميشن. واخر حاجه خلاص انا ممكن احتاج اعمل له ايه زي ما اتفقنا في اخر خط خالص، سيرجري، زي مثلا ايه جوينت ايه ريبليسمنت، اريبليس الايه اريبليس الجوينت بتاعي ده ايه تماما خلاص كده. يبقى انا كده نهيت العلاج بتاعي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل معاكم ايه بقى؟ انا عايز اراجع معاكم بسرعه ايه الحاجات المهمه في الروماتويد ارثرايتس. طيب الديفينيشن ما كانش فيه مشكله خلاص.